زيد هي قصة حلوة بديت في 2014. البداية هذه كانت في مجال الاستثمار في أغلى حاجة في عيني كل مواطن واللي هي الأراضي والعقارات. وبالفعل شركة مازيد نفعت ألف المواطنين اللي تمتعوا فرصة امتلاك واستثمار العقار لحد اليوم. دونك القصة الحلوة هذه بتتوسع اليوم بتشمل كل متطلبات العيش الكريم والرفاهة للمواطن عبر احتواء شركة مازيد مجال البحث العقاري دوموبات والمقاولات باتيزيد وتجارة المواد المختلفة ليدوندور. دونك نعدو حرفائنا ان باش نواصلوا مع بعضنا صيغه هالقصه الحلوه هذيا اللي شعارها الرئيسي هو الشركة هذه وفرت فرص للامتلاك والاستثمار في الأراضي والعقارات. واليوم في جديد الشركة باش توفرنا الابليكاسيون مازيد ديسبونيبل على البلاي ستور باش تمكن لأول مرة في تونس الحريف أنه يشي الأراضي والعقارات والمنقولات المختلفة عن بعد وبطريقة المزيد الاختياري. معناها الحريف اليوم باش يحددنا السوق اللي باش يشري بيه.